أهلا بكم مشاهدينا، وهذا اللقاء الأسبوعي الذي نلقي فيه إطلالة مفصلة على شأن الإفريقي، أهم الأحداث التي مرت بها القارة السمراء في البداية كالمعتاد، ثم نظرة مفصلة على قضية أيضا مسيطرة على اهتمام القارة. نبدأ أولا جولة سريعة مع أحوال القارة السمراء، ونبدأ هذه الجولة من تونس التي أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فيها الشريك في الائتلاف الحاكم أنه لن يوقع على خارطة الطريق التي تقدمت بها منظمات وطنية لحل الأزمة في تونس إلا بعد استكمال المفاوضات في الحوار الوطنية، وحددت مهلة للأحزاب غير الموقعة حتى غد الجمعة. كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد دعا أحزاب المعارضة في لقاء تلفزيوني إلى التوقيع على خارطة الطريق للانتهاء من صيغة الدستور حتى تستطيع الحكومة تحديد موعد الانتخابات للخروج من الأزمة السياسية التي تتعرض لها البلاد. على التوافق الصميم بين الإسلام والديمقراطية، نؤكد على الدستور يحقق الدستور ليس للنهضة وإنما الدستور لكل التونسيين إسلاميين أو علمانيين يؤسسوا للحريات، وهذا هو النجاح. يعني نحن إذا حققنا هذا للتونسيين تكون حكومتنا قد نجحت. نشهدت الأمم المتحدة حكومتي السودان وجنوب السودان الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب بشأن الوضع في منطقة أبيل غنية بالنفط والمتنازع عليها بين الدولتين. أضافت المنظمة الدولية أنه لا يوجد أي تقدم ملموس في المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي في منطقة أبيل، مشيرا إلى أنها تدعم بقوة جهود فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى المعني بتنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة في يونيو 2011 بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيل الغنية بالنفط. من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن التظاهرات التي خرجت احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار الوقود الشهر الماضي تندرج في إطار مساع ترمي إلى الإطاحة بنظامه، وتراجعت حدة المظاهرات خلال الأيام الماضية. تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إطلاق النار من أسلحة ثقيلة على مدينة جاو بشمال مالي ونصف جسر جنوب المدينة، كما هددت بالقيام بعمليات أخرى. وجاء استهداف جاو بعد 9 أيام على هجوم انتحاري في تومبوكتو المدينة الكبرى الأخرى في شمال مالي، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل مدنيين وإصابة جنود ماليين ومقتل منافديه الأربعة بحسب الحكومة المالية، بينما تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الهجوم وأكد مقتل 16 جنديا ماليا. وتثبت عمليات المسلحين هذه أن قسما منهم مازال ناشطا في شمال مالي بالرغم من التدخل العسكري الفرنسي الإفريقي الذي حضت عليه فرنسا في يناير لطردهم من المنطقة التي سيطروا عليها لمدة 10 أشهر. مشاهدينا، كانت هذه نظرة على أهم أحداث القارة. الآن نتحول بكم إلى الملف المفصل الذي نلقي عليه الضوء ونناقشه. ربما كانت ليبيا في مقدمة الأحداث البارزة فيما يتعلق بأحداث القارة. ما حدث في ليبيا لافت للنظر ويشير إلى تطور نوعي في العمليات الإرهابية في نشاط تنظيم القاعدة في إفريقيا. عملية اختطاف المسؤولين، آخر هؤلاء المسؤولين كان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي دعا في أول ظهور تلفزيوني له عقب إطلاق سراحه دعا مواطني بلاده إلى تجنب ما وصفه بالتصعيد. المجموعة المسلحة كانت اختطفت زيدان من أحد فنادق طرابلس فجر اليوم وأطلقوا سراحه بعد ساعات فقط، وذلك ردا على ما اعتبروه تواطؤا من جانب حكومته في اختطاف الولايات المتحدة لأبو أنس الليبي السبت الماضي. إذن نظرة مفصلة على ليبيا نبدأها بهذا التقرير. في أول رد فعل من جانب الحركات الليبية المسلحة تم اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان قبل أن يفرج عنه بعدها بساعات لاتهام حكومته بالتواطؤ مع الإدارة الأمريكية في اختطاف أبو أنس الليبي السبت الماضي.
أبشركم بأن السيد رئيس الوزراء في مأمن وتم الإفراج عنه من قبل الذين اختطفوه. حكومة زيدان التي تنفي أي صلة لها بعملية أبو أنس الليبية تؤكد أن اختطاف زيدان نفذه مسلحون تابعون لغرفة عمليات ثوار ليبيا التابعة لإدارة مكافحة الجريمة من أحد فنادق العاصمة طرابلس دونما الدخول في أي اشتباكات مسلحة. جو ناس مكلفين عندهم ورقة من النائب العام فأمر قبض للسيد رئيس الوزراء وأبرزوها للشباب وهم يتبعوا لغرفة ثوار ليبيا وناس ثوار ودخلوا ألقوا القبض على رئيس الوزراء. لكن خاطفي زيدان من جهتهم يصرون على أنهم ألقوا القبض عليه بموجب شكاوى تقدم بها مواطنون ليبيون في حقه، مؤكدين أنه من المقرر أن يمثل للتحقيق أمام النائب العام، وهو ما نفاه الأخير لاحقا. داخل ليبيا لا أعتقد أن لي علاقة بأبو أنس الليبي ولا بأي شيء ثاني. أعتقد هناك شكوى حسب ما قالوا غرفة ثوار ليبيا من بعض المواطنين الليبيين وحيتم التحقيق معها خلال هذه الساعة وأعتقد حتم إحالة النائب العام. وترتبط غرفة عمليات ثوار ليبيا نظريا بوزارة الداخلية الليبية التي توقع عقدا معها للقيام بمهام حفظ الأمن في العاصمة طرابلس في إطار برنامج حكومي لإعادة دمج مقاتلي الثوار السابقين. وقامت قوات أمريكية خاصة السبت الماضي باختطاف أبو أنس الليبي الذي تتهمه واشنطن بالضلوع في تفجير السفارتين الأمريكيتين بكينيا وتنزانيا في عام 1998، وهي الخطوة التي تتهم فيها حركات مسلحة حكومة علي زيدان بتقديم دعم معلوماتي حول أماكن تحرك الليبي إلى الإدارة الأمريكية. محمود الصياد، النيل. إذن مشاهدينا، التساؤلات وعلامات الاستفهام تثار بشكل قوي بعد ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية حول اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان على أيدي مجموعة مسلحة، ولم تمر سوى عدة ساعات فقط على إطلاق سراحه حتى أطلق سراحه من جديد. هذه التساؤلات تدور حول أسباب الاختطاف وإن كانت معلومة، حيث إنها جاءت كرد فعل على اعتقال القوات الخاصة الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة في ليبيا أبو أنس الليبي. وهل يمكن للحرب الأمريكية على الإرهاب أن تطول دولا أخرى، بالإضافة إلى تساؤل حول الأمن في ليبيا نفسه؟ نبدأ النقاش، ومعي في هذا الحوار سيادة العميد حسين حمودة المفكر الأمني والخبير في مكافحة الإرهاب الدولي. أهلا بك. أهلا بصحتك. معي أيضا الأستاذ أحمد صوان عضو اللجنة الاستشارية للحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد. دعونا أولا قبل أن نبدأ في تفاصيل النقاش نتعرف على الوضع في ليبيا الآن من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع الأستاذ منير المهندس الصحفي الليبي. أستاذ منير، كيف هي الصورة العامة في ليبيا وردود الأفعال حتى على المستوى الإعلامي بعد إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي؟ الصورة الآن قد بيّنت الأوضاع في ليبيا. نعم. من بعد الإطاحة بنظام القذافي وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبعده انتخاب المؤتمر الوطني والتي انبثقت منه الحكومة الحالية المؤقتة، انعكاس هذا الموقف أو هذا الحدث فجر اليوم يبين للعالم جليا أن الوضع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة ولم يكن أيضا تحت سيطرة الحكومة قبل ذلك، ولكن هذه القراءة أصبحت واضحة للعالم أن حتى الحكومة بكافة حلولها التي عجزت أن تصل إليها خلال الفترة السابقة برئاسة السيد علي زيدان لم ينجو أيضا من المسلحين الذين يحملون أفكارهم هم فقط، وهم الذين يقتنعون بأفكارهم الوحيدة من خلال مناوشاتهم أو من خلال حمل سلاحهم لتبيان ما يريدونه حتى وإن كانت على سيادة ليبيا وعلى مسؤولية الحكومة والمؤتمر الوطني الذين منحوهم هذه الشرعية التي أصبحوا بها يخوضون في أراضي الليبية كما يشاؤون حسب ما يبتغون من فائدة واستفادة وليس لسبيل الوطن وتكوين جيش ليبي موحد ينصاع
للحكومة الليبية. بالنسبة لاستقبال القوى السياسية المختلفة لما حدث وتلقيهم لكلمة رئيس الوزراء في أعقاب الإفراج عنه، هو قال في كلمة مقتضبة إن هذه العملية وصفها أنها تأتي ضمن المماحكات السياسية في ليبيا، ونفى أنها يمكن أن تؤثر على الأمن فيها. كيف استقبلت هذه الكلمات؟ هذه الكلمات تعد عبارة عن كلمات تهدئ الوضع، لأن سيد زيدان الكلمة الوحيدة التي نطق بها بعد الإفراج عنه وخلال هذا الاجتماع الرسمي الذي حضره بعض من أعضاء المؤتمر وأعضاء الحكومة أن الأمر يتطلب حكمة وتهدئة للوضع الحالي. هذا الموقف بالفعل يفسر الكابوس الذي تعيشه ليبيا منذ فترة من مسلسل الاغتيالات القادة في الجيش الليبي وبعض الشخصيات البارزة الناشطة على الواجهة السياسية، وأيضا طالت بعض أحد الإعلاميين فيما سبق والهجوم على مؤسسات الدولة وأيضا البعثات الدبلوماسية في ليبيا. ولكن ما حدث اليوم بالفعل هو القراءة الواضحة التي بينت للعالم جميعا أن ليبيا تعاني بالفعل من ويلات السلاح الذي أصبح في يد بعض الميليشيات التي الحكومة التي تدعمها أحيانا بالأموال لكي تحاول أن تشتريها وتنصاع لها، ولكن هذه لن تنصاع إلا لأمر أفكارها فقط. أشكرك الأستاذ منير المهندس الصحفي الليبي، ونبدأ النقاش. أستاذ أحمد صوان، العميد حسين حمودة، أنا محضرك مرة تانية. أبدأ معك سيادة العميد، هذه نوعية من العمليات تعتقد أنها تنذر بتطور نوعي العمليات القاعدة في إفريقيا؟ حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك بتربطي بين حادث اختطاف أبو أنس الليبي وما رد الفعل من خلال اختطاف لفترة، نعم. ولا نتكلم بقى، خلينا نبتدي في بدايه السؤال، الارهاب في افريقيا وتنظيم القاعده ونشاطه وعلاقته بامريكا، علاقته باداره الرئيس مرسي. بس هذه الواقعه مهم نبدا بيها، لان يعني ان يصل الامر الى اختطاف لا. اختطاف المسؤولين بهذا الشكل الغامض. لا حضرتك، ليبيا طبعا بقت مسرح عمليات مفتوح، تدخل النيتو، دعم بسلاح كبير، هرب الى سيناء والى مصر، وكان هذا مقصودا، الذي استدعى تنظيم القاعده وبالحج والناس دول في الثوره في الربيع العربي كان الامريكان والنيتو. فاذا هو مشروع غربي، لكن انقلب السحر على الساحر، او اذا من اعان ظالما سلط عليه. يعني يكاد قصه القاعده في افغانستان وامريكا ودعم بن لادن من خلال السي اي اي والدول العربيه السعوديه ومصر، درجه الرئيس الاسبق مبارك كان مسؤول الملف السياسي، يعني مصر هي اللي كانت بتصدر الشباب المصري عشان يحاربوا، وان كانت انذاك قضيه عادله ان الدب الروسي الشيوعي بيسيطر على دوله اسلاميه كانت تخدم مصالح امريكا، لكن الدوله المصريه ذاتها هي التي كانت تدعم الشباب والسعوديه تمول للخروج الى هناك. فهنا هذا افغانستان جديد في ليبيا، يعني انتوا استدعيتوا الناس عشان يخلصوكم من نظام القذافي عندما وجدوا ان لازم انهائه، لكن في نفس الوقت هذا الرجل بقرصنه، وطبعا امريكا ما يقدرش يقول عليها قرصنه لان هي دوله قرصنه، يعني سبق قبل كده ان هو في بن لادن دخل الحدود الباكستانيه دون اختار سلطاتها وقتلوه ودفنوه بالشكل المهين. احنا طبعا ضد بن لادن واعماله، لكن في نفس الوقت هم استثمروا بن لادن، هو كان في استثمار الرئيس مرسي في جلب القاعده الى مصر. اذا المشهد النهارده محتاج لتحليل، لماذا الان عمليه اختطاف ابو انس؟ هل لها علاقه بالداخل الامريكي وما يسمى بالجفرمنت شوت داون، امريكا بتفلس؟ يعني اوباما في الفريق بتاعه، استاذ احمد لسه كنت اتكلم معاه قبل الفاصل، بيقول كل واحد من اربع موظفين في البيت الابيض قاعد في بيته، يعني لو هو عنده اربع سكرتير يبقى واحد في كل مجال يعني. فده هل هو بيحاول ان هم الدور الروسي المتصاعد وبدايه حرب بارده جديده، ان روسيا امريكا اضطرت للتعامل معها في الملف بتاع الكيماوي، فهل هذا خلى امريكا بتعمل تكنيك تحويل انتباه وان هي تعمل اي اعمال عشان تقول انا لسه موجوده؟ يعني انا شايفه انه هدف تحويل انتباه. العمليه المزدوجه في الصومال، وهنا وان فشلت عمليه الصومال لكن تم السيل تيم، فريق متخصص طلع عبر البحر وعمل عمليه بغض النظر عن انجازها، لكن العمليه الاخرى الاثنين في توقيت واحد، ده يعكس ان الولايات المتحده الامريكيه بتحاول تظهر او الحزب الديمقراطي للداخل ان امريكا لسه موجوده، امريكا لسه قوه كبرى تستطيع ان تعمل عمليات نوعيه في داخل هذه الدول والقوات والكوماندوز الامريكي، يعني في محاوله يعني توقيتها هنا توقيتها. اما قضيه بقى القاعده وامريكا، في حاجه اسمها افريكوم وحضرتك عارفها، افريكا كوماند دي